تعالوا نروح لتقرير عن تتويج الاهلي بالسوبر الافريقي لكره اليد ونرجع نكمل كلامنا. كوماندوز الاهلي يصنع المجد، يغزو، ينتصر، يهيمن على لقب السوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي والرابعه في تاريخه، ويحجز بطاقه التاهل الى السوبر جلوب للمره الثالثه على التوالي. بسيناريو اعجازي اعلن تتويج رجال يد الاهلي بلقب السوبر الافريقي من على صاله ميلود هيدفي من مدينه وهران الجزائريه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بعد مباراه دراميه شهدت اداء قويا من جانب الفريقين قبل ان يحسمها رجال القلعه الحمراء ب 23 هدفا مقابل 21 بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب وإدارة محكمة للقاء من قبل المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عدل المباراة خططياً بصورة مميزة حتى نهاية اللقاء وحسم اللقب. قرر ديفيد ديفيز منح الفريق راحة من التدريبات بعد أن حسم الفريق لقب السوبر الإفريقي، قبل العودة سريعاً لاستئناف التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الجزائر. من جهته حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي على هذا الإنجاز الكبير على الصعيد القاري، مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب.